كونيتشيوا مينا سان اوماي وازيكو سان باي. اهلا بكم في قناة الزول الانمي والجيمر. اليوم يا شباب لدينا فيديو جديد يخص انمي ناروتو ومانجا ناروتو. سوف نرى اذا كان يوجد فرق بين الانمي والمانجا او لا، وايضا سوف نتأكد اذا كان الاستوديو يحرف في المانجا او لا في هذا الفيديو، وسوف نرى ايضا اذا كان انمي ناروتو يستحق ان يكون انمي دموي او لا. طبعا لو تعمقنا في الفرق سوف نجد الكثير من الفرق بين الانمي والمانجا، سوف نجد الكثير من الصور التي تدل الفرق بين الانمي والمانجا، لكن انا سوف الخصها معكم في 28 صورة فقط. كل ذلك سوف نتحدث عنه في هذا الفيديو، فإذا كنت أول مرة تشوف قناتي اشترك في القناة واعمل زر اللايك لتنضم إلى جنون الزيوش. سنبدأ بعد هذا الفاصل القصير. يومين نصرد عليكم جديد، وخلونا نبدأ الفيديو. عندنا أول صورة نيجي ضد نيجا الصوت في الجزء الأول. كان قتال رائع جدا بالنسبة لجينين الهيوغا، وكان قتال لدرجة يعني خليك تشاهد الحلقة كمية مرة. المهم كان قتال رائع. ثم تشاهدون الفرق الكبير بين المانجا والإنمي. كما تلاحظون ان الانمي يعني ليس دموي او يعني الضربة يعني لو تشوفها لا تلاحظ انها خطيرة جدا، بينما المانجا تلاحظ انها ده ضربة خطيرة جدا بسبب العمق في الرسم، وتشعر انها ايضا ضربة خطيرة، بينما في الانمي وكأنها ضربت الملابس فقط. وهذا فرق كبير في الانمي والمانجا. كل ذلك تشويه من الاستوديو. لننتقل للصورة التالية. عندنا هون كيميمارو ضد روكلي. كما ترون في الصورة يعني كان العظم يظهر تلقائيا هكذا من الجلد، بينما في المانجا كان الجسم اساسا ينفتح ثم يخرج العظم ويلتحم من جديد. الصورة التي بعدها هي دمية كانكورو. طبعا نعرف هذه الدمية جيدا، فهو يحبس كانكورو الخصم داخلها ثم يطعنها بالسكاكين، لكن غير منطقي، سكاكين ولا يوجد دم. فكما ترون ان في المانجا كان الكثير من الدم، لكن في الانمي لا يوجد ولا قطرة دم. والصورة التي بعدها هو الجنجتسو الذي فعل كاكاشي لساكورا. كما تلاحظون ان في الانمي كان فقط ساسكي ساقط ويوجد شوركن ودم، لكن في المانجا كانت دقيقة جدا وخطيرة او مرعبة من ناحية ساكورا، لان ذراع ساسكي في المانجا كانت مقطوعة، كما ان الرجلة كانت ملتوية جدا، والكثير من الشوركن ايضا وعلى وجه، يعني هذا فرق شاسع جدا، وهذا سوف يجعل انمي في نظر انمي دموي. الصورة التي بعدها كانت قتال شيكامارو ضد تايويا، عندما فعل تايويا الجينجيتسو لشيكامارو. كما تلاحظون في الانمي كان فقط تذوب يده، بينما في المانجا كانت تذوب يده ويظهر ايضا العظام الداخلية، وهذا يعني يعطي تشويق أكثر يعني للمشاهد. في نظري أنا يعني المانجا أفضل، والاستوديو يعني شوه كثير من المانجا. الصورة التي بعدها هي في الجزء الأول في أراك سابوزا، عندما ترى أنا تم تعذيب ابن تازونا. فكما تلاحظون في الأنمي كانت ذراعاه موجودة، أما في المانجا كانت مقطوعة تماما. يعني هذا فرق كبير في نوعية الخضر والدم أيضا من ناحية الأنمي. الصورة التي بعدها هو قتال ساسكي ضد دانزو. كان قتال رائع جدا، لكن ينقص هذا القتال الكثير من الدم. فكما تلاحظون في عند الطعن من قبل ساسكي ودانزو، يعني في الأنمي لم نرى ولا قطرة الدم، أما في المانجا كان الدم واضح كثير، وأيضا يزيد
كما قلت لكم أن الدم في الأنمي يزيد تشويق أكثر للمشاهد. في الصورة التي بعد عندنا موت جيرايا، كما تلاحظون الفرق، يعني الفرق بين الأنمي والمانجا أن كانت المانجا يعني قوية جدا من ناحية الدم، يعني أما الأنمي يعني كان فقط القليل من الدم في الفم، لكن كما تلاحظون أن المانجا كانت جدا دموية. الصورة التي بعدها هو في أرك كاكوزو عندما طعن كاكاشي التشيدوري خلف كاكوزو، كما تلاحظون الفرق فرق كبير جدا، لأن في المانجا كاكوزو كان يستخدم تقنية التصلب، ورغم ذلك كاكاشي طعن من الخلف باستخدام التشيدوري، وأيضا كما تلاحظون أن كاكاشي كان حامل كوناي أيضا، لكن في الأنمي كانت فقط ضوء ولا يوجد ولا قطرة دم، وفي المانجا كان البرق يعني يغلب تقنية الأرض، لهذا لم ينجح التصلب الخاص بكاكوزو. أيضا نرجع للجزء الأول في أرك زابوزا، عندما في الأنمي كان يعني زابوزا قتل ذاك الشخص الذي استأجر زابوزا، لكن في المانجا كانت دموية أكثر لدرجة أن الضربة واحدة زابوزا قطع رأس ذلك المستأجر بسرعة خاطفة جدا، بينما في الأنمي فقط أظن أن تلقى بعض الطعون ومات وسقط وتأمر. الصورة التي بعدها كانت علامة اليوغا الخاصة بالفرعية، يعني كانت فقط تختلف الشكل، يعني لا علاقة بالدم، لكن حبيت أني أعملها في هذا الفيديو. أيضا كما ترون كانت في الأنمي عبارة عن إكس، بينما في المانجا كانت عبارة عن شعار نازي أو الذي كان يخص هتلر في حروب القديمة. الصورة التي بعدها كان فقط تحريف من الاستوديو، لأن في الأنمي التقنية الخاصة بالظلام ضد هيروزن التي فعلها توراما، في الأنمي فعلها توراما، بينما في المانجا من استخدم تلك التقنية كان هاشيراما، وهذا يعني تحريف صغير من الاستوديو لكن لا يعطي فرقا كبيرا، لكن حبيت أن أضيفها لهذا الفيديو. أما في الصورة التي بعدها فهو كان امتحان التشونين الثاني أو غابة الموت، كما تلاحظون في الأنمي كان يوجد فخدش صغير في وجه ناروتو وأتت أونكو، بينما في المانجا من فعل ذلك الخدش كان أونكو لكي تمص من الدم، يعني فرق كبير بين الأنمي والمانجا، وهذا تحريف صغير من الاستوديو كما تلاحظون في الصورة واضحة جدا، فكانت أونكو تريد خدش ناروتو لكي تطلع أقدامه، بينما في الأنمي وجدت ناروتو لديه خدش فقط بسبب الامتحان. ومن هنا يا شباب سوف نرى أن في الأنمي كان سيجاتس يريد سيف زابوزا، فوجده عند شخص وذاك الشخص سرق ذلك السيف من قبر زابوزا، بينما في المانجا عثر سيجاتس على السيف في قبر زابوزا أصلا ولم يكن مثل ما في الأنمي، وهذا تحريف صغير من الاستوديو أيضا. أما شباب في الصورة التالية كانت المونك كيجيو شارينغان الخاصة بأوتوتسكي إندرا، فكما تلاحظون في الأنمي لقد ظهرت مثل مونك كيجيو شارينغان الخاصة بساسكي، بينما في المانجا كانت عبارة عن دوامة أو لولبية فقط المونكيجو شاكين خاصة به، يعني هذا تحريف من الاستوديو أيضا في نظري، ولو فقط عملوها مثل المانجا كان ستكون يعني غير مقتبسة أو لا يوجد منها اثنان، وهذا أيضا يعني ربما تعمدوا فعل ذلك لظهر أن ساسكي يشبه إندرا، ولكن كما نعرف جيدا أن الإندرا أقوى في ساسكي بكثير. فننتقل للصورة التالية، وفي الصورة التالية يا شباب كان هو مختبر أوروتشيمارو عندما دخل إليه هيروزن، كما تلاحظون في الأنمي كانت عبارة عن غرفة بسيطة يعني فيها بعض التابوت الفارغ، بينما في
المانجا كان أوروتشيمارو يعذب الناس ويعمل عليهم تجارب حية، يعني هذا تحريف كبير جدا من الأنمي، وهذا يجعل الأنمي غير دموي بسبب هذا التحريف. يعني كما تلاحظون يوجد الكثير من الجثث والدم، كان أوروتشيمارو يعمل عليهم تجارب بشرية، وهذا يعني فظيع جدا بالنسبة لأوروتشيمارو. في الصورة التي بعدها وهو في لحظة موت أسوما في الأنمي كان تشيكامارو لا يدخ، أما في المانجا فكان يوجد دخان عند تشيكامارو، هذا فرق بسيط يعني لا يسبب فرق كبير من ناحية الأنمي ومانجا، لكن حبيت أن أشارككم هذا أيضا. في هذه الصورة هي من انمي ومانجا بوروتو، لكن بما ان بوروتو جزء من انمي ناروتو او يعتبر الجزء الثالث فحبيت ان اضيفه. كما تلاحظون هذا اخ ميسكي الاكبر، وفي الانمي كان يعني يشغل الولاعة، ولا يعني اكيد تلاحظون الفرق كبير، يعني يشغل الولاعة. اوكي لماذا يشغل الولاعة؟ يعني هذا فرق كبير، لأن في المانجا كان يدخ، أما في الأنمي ظهر لا يدخن، فقط يشغل الولاعة مثل الأهبل يعني. أما شباب الصورة التي بعدها كانت لأوزوماكي ناغاتو عندما كان يتحدث مع ناروتو، يعني فرق كبير ودم قليل في الأنمي. كما تلاحظون في الأنمي كان فقط لعاب، بينما في المانجا كان دم مع لعاب. الأنمي يخفف الدموية لكن المانجا كانت دموية كثيرة. ونرجع شباب في أرك زابوزا وهو موت هاكو، عندما طعن شيدوري كاكاشي قلب هاكو كانت في المانجا دموية جدا، لدرجة أن تفاصيل واضحة يعني والدم كثير والاختراق واضح جدا، بينما في الانمي كان فقط كما ترون تدخل وعبارة عن ضي، ولم نرى لا دم او اختراق واضح لسيف البارق الخاص بكاكاشي. وعندنا يا شباب اخر صورة وهي الصدمة التي حدثت في ارك بين اللي هو ناروتو ضد بين، الصدمة او التشويه الرسومي القهوي جدا بفضل الاستوديو. كما ترون شكل بين فظيع جدا، يعني لا يعتبر حتى انسان في هذا المنظر، بينما المانجا كانت فخمة لدرجة لا توصف، كانت قوية، كانت تدل على الهيبة، بينما في الانمي خطأ الاستوديو كان واضح جدا، او ربما بسبب السرعة، لكن انا ارى ان الاستوديو كان يجب عليه تركيز خاصة في هذه اللقطة، لأن في المانجا كانت طريقة قول تلك الجملة من بين كانت فخمة جدا وكان لها منظور رائع، بينما في الأنمي كان تشويه فظيع جدا في الشكل وفي شخصية بين. طبعا يا شباب رأينا كم من الصور والفرق بين المانجا وانمي ناروتو، وكان الفرق شاسع كبير. يعني انا بالنسبة لي ارى ان من المفترض ان يكون انمي ناروتو فيه الكثير من الدموية، لكن الاستوديو حرف كثيرا، وهذا شيء لا يقبله مشاهدي المانجا والانمي بالطبع. وهنا يا شباب وصلنا لنهاية الفيديو، اذا عجبك الفيديو لا تبقى العين بلايك، اشترك في القناة واعمل شير لكي يرى الجميع الفرق بين ناروتو الانمي والمانجا. يعني يا شباب كان اختلاف واضح جدا، اذا كنت انت مشاهد مانجا وانمي ناروتو سوف تلاحظ الكثير من الاختلاف بين الانمي والمانجا، لكن الاستوديو هذا يخرف علينا. يعني لو اظهر انمي ناروتو مثل المانجا تماما لكان الانمي اكثر فخامة واكثر دموية، اكثر دموية ايضا، ويعطيك النية للمشاهدة. لا هنا يا شباب وصلنا معكم لنهاية الفيديو، عجبك الفيديو لا تبقى علينا بلايك، واشترك في القناة اذا كنت مش مشترك، وفعل زر الجرس ايضا، وكذلك اعطونا رأيكم في التعليقات، فهل ترى هل يوجد فرق كبير بين الانمي والمانجا، وهل انت تفضل المانجا او الانمي من ناحية الرسم؟ اكتب لنا تعليق
اسفل الفيديو وانتهينا هنا يا شباب. سوف نلتقي في الفيديو القادم ان شاء الله. كما تعلمون قريبا سوف تنزل الفصل 48 من مانجا بوروتو وسوف نراجع هذا معا ان شاء الله. شكرا لكم للمشاهدة وإلى اللقاء في الفيديو القادم.